طيب في يعني أشياء لابد تطرأ عليكم فيها يعني شيء من الطامات أحيانا في التفريغات من الطرافة ما الطرفة نعم أحيانا لما يعني بعض يعني المتطوعين يريدون أنهم يعينون على التفريغ وأيضا أنهم يتعلمون العلم الشرعي بواسطة التفريغ، وهو يكون في بدايته هو لما يسمع الأشرطة ما عنده تصور، حتى أنه مرة واحد جاء لحديث كعب بن عجرة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالحلق ثم أنه يمسك شاة، تمام. هو قرن حلق الشعر، هو النسك لا يعرف ما معنى النسك. النسك ظنه أنه قال له أنتف شاة، ظنه قال له فكتب احلق هذا. فكتب أنه قال له احلق شعرك وأنتف شاة. أنا ما استطعت أتملك نفسي يعني من الضحك، اتصلت عليه بالهاتف الله المستعان، قال لي ما أعرف إيش معناها أنسك. إذا لابد أن هذا الذي يعني يفرق يعرف المصطلحات الشرعية أيضا، هي يعني لو يسمع مثلا يبدأ هو الإشكال مثلا لو قبل مثلا يبدأ مثلا في بلوغ المرام يعني في تفريغ بلوغ المرام مثلا أو مثلا الكتب الكبيرة متقدمة يعني يبدأ مثلا في الأربعين النووية، يبدأ مثلا بالأصول الثلاثة بهذه المسائل التي يعني في حتى أشياء قبل مثلا لو نحن يعني في المستقبل أصبحت مثلا عندنا مجموعة متطوعة ممكن نبدأ لهم بأول شيء هي قواعد الإملاء. قواعد الإملاء مهم جدا، مهمة جدا، لأنه أحيانا أنا في البداية لما كنت أفرغ كانت عندي منظومة بجنبي ما شاء خاصة الله. على الهمزات لما تجيني شيء أشوف المنظومة هذه كيف تكتب ما شاء حتى خلاص يعني الآن كتاب أشوفه هكذا ما أستطيع مباشرة أعرف إيش هي الأخطاء اللي فيه من كثرة أني خلاص أصبحت عندي فوبيا من الأخطاء الإملائية. طيب جيد نعم ما شاء الله. حتى أنا مثل ما قلت لك سابقا أنه وضعت ملف فيه تصحيفات المفرغين. هذا جيد، هذا ممكن يكون مؤلف هذا بالتفريغ. هذه على طريقة ابن الجوزي أنه أي شيء يعمل له فوائد. أي طيب ما شاء الله. والتفريغ هذا يفتح لك مجالات كثيرة في جمع الفوائد. ما شاء الله. مجالات كثيرة جدا. لعله يكون لك أيضا مؤلف مثلا في الفوائد التي الطرائف والفوائد. أنا أجمع الآن الفوائد خاصة فوائد الشيخ صالح آل الشيخ نعم. والشيخ صالح العصيمي. أجمعها على الآن أجمعها وأضعها على العلوم، علوم القرآن لوحدها وعلوم الفقه لوحده وهكذا، خاصة الفوائد التي تكون في المواضع التي لا تتصور أن يكون ذلك مكانها. لأنه لما مثل ما يقال قبل خبايا الزوايا. لأنه أحيانا لما تكون فائدة في موضعها هذا الوصول إليها سهل، لكن لما تكون فائدة مثلا في التفسير وهي في شرح فقهي أو في شرح في السيرة وكذا، هذه أنا أستخرجها وأضعها في الفوائد. يعني تجمع هذه إن شاء الله. نعم أنا الآن جمعها، لكن ما جمعها في مجلدات نعم. في الكمبيوتر، لكن لحد الآن يعني ما وضعتها في ملف عشان يعني تخرج ولا. الله يسر. أنت حتى لو تغرد بها أحيانا في تويتر مثلا. أنا أحيانا ما أغرد بها في تويتر، لكن ما أغرد بها كلها، لكن أغرد ببعضها. لكن تمام. يعني للأسف بعضهم يأخذونها وينزعون منها اسم الموقع وينشرونها. الحمد لله، الله يكتب لكم الأجر يا آمين. الله يعين. آمين. آمين.